فوهات مدافع من البرونز وأوان أثرية وعملات ذهبية، كنوز قابعة في قعر البحر، وخلافات حولها طفت فوق السطح في قصة بدأت عندما غرقت السفينة الشراعية الإسبانية الأسطورية سان خوسيه عام 1708 بحمولتها قبالة سواحل كولومبيا. السفينة التي اعتقد المؤرخون أنها كانت تحمل واحدة من كبرى مجموعات الكنوز البحرية المعروفة غير المنقضة من سبائك فضة وقطع نقدية ذهبية وصناديق من الزمرد، أصبحت محل خلاف شديد بين كل من السكان الأصليين بإسبانيا مثل الكليكاس والكارانغاس والتشيتشاس وبين السلطات الكولومبية. الخلاف تمثل في أن تلك القبائل من السكان الأصليين يريدون حقهم في الإرث الغارق، كون أسلافهم هم من استخرجوا المعادن التي تشكل حوالي نصف حمولة السفينة من مناجم كانت تحت السيطرة الإسبانية آنذاك في ظروف تشبه العبودية. كولومبيا تبحث عن حل خاص بها وحدها، ونحن نعتقد أنها لا تملك صيغة ترضي إسبانيا أو حتى الأصوات الأخرى التي تربطها علاقة ضرورية بهذا التاريخ وهذا الإرث، وهي تطالب أيضاً بحقها وتقترح المصالحة التاريخية مع مملكة إسبانيا. المحامي خوسيه ماريا لانشو تقدم بطلب نيابة عن مجتمعات السكان الأصليين للسماح لهم بالمشاركة مع إسبانيا وكولومبيا في أي عائدات من السفينة. كولومبيا لم ترد على هذا الطلب، لكنها اقترحت في وقت سابق أن تتخلى إسبانيا عن مطالبتها بالسفينة ومحتوياتها لصالح بوغوتا. المحامي يرفض مقترح كولومبيا هو وبقية الشعوب الأصلية في إسبانيا، حيث زعم أن القانون الكولومبي قد يحابي بعض المستفيدين من صائدي الكنوز. لذا طالب ببقاء إسبانيا في الصورة ودعا اليونسكو إلى التدخل، لكن وزارة الثقافة الإسبانية بحسب رويترز قالت إن علاقة الدولتين ممتازة وينبغي أن تتوافق مصالحهما بشكل وثيق في هذه القضية.